دلوقتي لو احنا عندنا كيبورد وعايزين نركبه في الكمبيوتر بتاعنا هنعمل ايه؟ الموضوع ما فيهوش اي حاجه خالص، كل القصه ان احنا هنجيب الكيبورد بتاعنا، لو كان الكيبورد نوعه بي اس 2 زي النوع اللي قدامي دوت، فبنجيب الكونكتور اللي هو البي اس 2 دوت، بنوصله في البورت البي اس 2 الموجود عندنا في المذر بورد بتاعه الكمبيوتر بتاعنا، ولو كان الكيبورد بتاعنا نوعه يو اس بي زي الانواع اللي احنا بنستخدمها دلوقتي الانواع الحديثه، والكونكتور اللي هو اليو اس بي دوت، فهنوصله في اي بورت من البورتات اليو اس بي الموجوده عندي في الكمبيوتر بتاعي، وبمجرد ما بوصل الكيبورد بتاعي بالكمبيوتر فالكمبيوتر بيبقى فيه تعريفات اللي هي الديفولت بتاعت الكيبورد او الماوس برضو، والكمبيوتر بيتعرف من خلال اللي هي التعريفات اللي هي الديفولت ديت، بيتعرف على الكيبورد والماوس وبيشتغلوا بدون اي مشكله. برضو لو عندي الكيبورد بتاعي نوعه يعني كان كيبورد وايرلس، فبنجيب اللي هو البلاج اللي هو النانو وايرلس ريسيفر اللي هو بيبقى يو اس بي، وبوصله في اي بورت من البورتات اليو اس بي الموجوده عندي في الكمبيوتر بتاعي. بعرف منين ان الكمبيوتر بتاعي حس بالكيبورد بتاعي؟ ان بلاقي اصلا ان الكيبورد نفسه اشتغل، يعني بعمل اي كوماند بالكيبورد بيشتغل. كمان لو عايز اشوف التعريفات بتاعت الكيبورد موجوده عندي في الكمبيوتر فين، فلو احنا شغالين بنظام تشغيل اللي هو الويندوز، فبندخل على حاجه اسمها الديفايس مانجر، ومن خلال الديفايس مانجر بنخش على الجزء اللي هو بتاع الكيبورد، وبلاقي هنا عندي في الاكزامبل دوت بيقول لي ان الكيبورد بتاعي اللي وصل بيه الكمبيوتر هو نوعه بي اس 2. في برضو ملحوظه صغيره، لو انا بوصل كيبورد نوعه بي اس 2 على الكمبيوتر بتاعي والويندوز شغال، ففي الحاله ديت ممكن احتاج ان انا اعمل ريستارت للويندوز عشان خاطر يحس بالكيبورد اللي هو البي اس 2. اما الكيبورد اللي هو اليو اس بي فبمجرد ما بوصله بالكمبيوتر، وانا لو انا مثلا الويندوز بتاعي شغال ووصلت الكيبورد يو اس بي، فالويندوز بيحس بالكيبورد اللي هو اليو اس بي، مش محتاج ان انا اعمل ريستارت، لان اليو اس بي زي ما كنا قلنا قبل كده في الفيتشر اللي هي بتاعت الهوت بلاجنج او اللي هي بلاج اند بلاي، ان انا بمجرد ما بوصل اي ديفايس يو اس بي فالكمبيوتر بيحس بيه. لكن في بعض الحالات ممكن لو انا عندي كيبورد زي الكيبورد اللي قدامي في الصوره دوت، ده كيبورد بنقول عليه هاي اند كيبورد، او النوع دوت بنستخدمه في الجيمز بنقول عليه جيمنج كيبورد، ففي الحاله ديت هنحتاج ان احنا نعرف بعض الدرايفرز او بعض التعريفات الاضافيه غير التعريفات اللي هي الديفولت اللي تبقى موجوده في الويندوز بتاعنا. التعريفات ديت بتيجي على سي دي او اسطوانه بتيجي مع الكيبورد نفسه، او بدخل على الويب سايت بتاع الشركه اللي مصنعه الكيبورد وبعمل داونلود للدرايفر بتاعي. ولو انا اشتغلت بالتعريفات الديفولت بتاعت الويندوز، الكيبورد هيوصل بيه الكمبيوتر هيشتغل مفيش اي مشكله خالص، بس الزراير اللي هي البيزك او اللي هي الرئيسيه خالص زي اي زرار من الزراير الموجوده عندي على الكيبورد دوت هتشتغل. اما الزراير الاضافيه ديت زي مثلا مجموعه الزراير الموجوده على الجنب ديت، او الزراير الموجوده هنا فوق، او الزراير ديت مش هتشتغل الا لو جبت الدرايفرز او التعريفات، لان التعريفات الديفولت بتبقى موجوده في الويندوز بتاعنا مش هتعرف الزراير ديت، عشان كده لازم اعرف الدرايفرز ديت او التعريفات ديت عشان خاطر الكيبورد بتاعي اشتغل. برضو في نوع تاني من انواع الهاي اند كيبورد بنسميه المالتي ميديا كيبورد. فكره المالتي ميديا كيبورد ان الكيبورد نفسه هو كيبورد عادي زي الكيبوردات بتاعتنا، بس بيبقى فيه بعض الزراير اللي بتعمل وظائف تانيه اضافيه زي الزراير اللي موجوده عندي فوق هنا. فمثلا عندي الزرار ده لو انا مشغل ملف فيديو او ملف اوديو صوت، فدوت بيعلي الصوت، دوت بيقلل الصوت، دوت بيعمل ميوت للصوت او بيكتم الصوت، ومثلا الزرار دوت بيعمل بوز او بيشغل الفيديو تاني، والزرار دوت لو انا حاطط كذا فيديو على بعض ده بيجيب لي الفيديو اللي بعديه، دوت بيجيب لي الفيديو اللي قبليه، ودوت بيعمل سيرش في لو انا على حسب المكان اللي انا واقف فيه في الويندوز، لو انا واقف جوه فولدر معين فبيعمل لي سيرش جوه الفولدر دوت، او لو انا فاتح براوزر على الانترنت فبيعمل لي سيرش على البراوزر بتاع الانترنت. في برضو زرار زي كده دوت بيعمل سليب للكمبيوتر بتاعي. برضو الكيبورد اللي قدامي دوت مالتي ميديا كيبورد،
بنحتاج برضو موضوع التعريفات دوت عشان خاطر نعرف الزراير اللي هي الزيادة الموجودة عندي في الكيبورد، زي مجموعة الزراير الموجودة عندي فوق هنا ديت. والكيبورد اللي قدامنا دوت ده كيبورد وايرلس مالتي ميديا، برضو نفس الفكرة، الزرار دوت بيشغل ويوقف الصوت او الفيديو، دوت بيجيب لو كذا فيديو ورا بعض يجيب الفيديو اللي قبليه، ده بيجيب الفيديو اللي بعديه، دوت بيعمل سليب، دوت بيعمل سيرش على حسب المكان اللي هو واقف فيه في الكمبيوتر بتاعي. وفي برضو الزرار اللي هو اللي هنا دوت، الزرار الطويل دوت، ده بيعلي الصوت، ده بيقلل الصوت، ده بيعمل ميوت او بيكتم الصوت. ساعات برضو بعض الكيبوردات او بعض الكيبوردز بيبقى فيها زراير تانية للمالتي ميديا، او الكيبورد لو خاص بالجيمز بيبقى فيه زراير تانية اضافية، فعشان كده لازم نستخدم الدرايفر اللي بيبقى جاي مع الكيبورد نفسه. الكيبورد بعد ما بوصله بيه الكمبيوتر بتاعي والكمبيوتر بيقراه، سواء التعريفات الديفولت اللي بتشغل لو كيبورد عادي، او لو عرفت اللي هي الدرايفرز اللي هي بتعرف الهاي اند كيبورد سواء بتاع الجيمز او بتاع المالتي ميديا، هل بحتاج ان انا اعمل بعض السيت اب او بعض السيتنج او الاعدادات للكيبورد بتاعي. هو في الغالب الكيبورد مجرد ما بوصله هو بيشتغل، ما بحتاجش اعمل اي سيتنج او سيت اب او اعدادات للكيبورد بتاعي، بس برضو في اوبشن متاح جوه الكمبيوتر بتاعي ان انا ممكن اغير بعض السيتنج بتاعتي. فمثلا في الاكزامبل اللي قدامي دوت ده ويندوز 7، لو دخلت على قائمه ستارت وبعد كده بخش على الكنترول بانل، بعد كده بدخل على الكيبورد بيفتح لي الويندو اللي قدامي ديت اللي هي بتاعت الكيبورد بروبرتس، بيبقى في عندي كذا حاجه. من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده عندي حاجه اسمها الريبيت ريت. الريبيت ريت دوت المقصود بيه ان انا لو انا عندي هنا هو الديفولت بتاع فاست، لو جيت قللته شويه سلو او خليته سلو خالص ودوست على الزرار بتاع ابلاي، عندي المكان دوت اقدر اعمل فيه تيست عشان اشوف التغييرات اللي بعملها على السيتنج بتاعتي ايه هي. ففكره الريبيت ريت دوت باختصار ان انا لو انا مثلا دوست على الزرار بتاع حرف الاي وفضلت دايس على الزرار، فلو هو على الديفولت اللي هو الفاست ودوست على فضلت دايس على الزرار بتاع اللي هو حرف الاي، فبلاقي الحروف بتتكتب ورا بعضها بسرعه، اما لو قللته على السلو وانا دايس على الزرار بلاقي ان الحروف بتتكتب بشكل ابطا. والريبيت ديلي دوت فكرته ان انا مثلا دوست على الزرار بتاع الحرف الاي مثلا لمثلا لمده ثانيتين، فبيكتب لي الحروف بسرعه معينه على حسب الريبيت ريت، اما لو رفعت ايديا على الزرار ودوست تاني فالسرعه بتاعت ان هو يكتب الحروف من تاني دي بنسميها الريبيت ديلي. في برضه تحت عندي حاجه اسمها الكورسر بلينك ريت، اللي هو الكورسر اللي هو بيبقى موجود العلامه دي بتبقى موجوده فيه لو انا فاتح ملف وورد او اي ملف في كتابه، بيبقى ظاهر الكورسر دوت. الكورسر دوت يعني بيظهر على الشاشه وبيفضل يختفي، لو انا عامله فاست بلاقيه ان هو بيظهر ويختفي بسرعه، لو عامله نان بيفضل الكورسر ثابت معايا على الشاشه. الكيبورد بتاعي ممكن يحصل فيه بعض المشاكل، يبقى الكيبورد مش شغال او اي حاجه، فاتعامل مع المشاكل ديت ازاي. اول حاجه لو الكيبورد بتاعي مش شغال بشوف الماوس بتاعي ببتدي احركه على الكمبيوتر، اشوف الماوس شغال ولا لا عشان خاطر اتاكد ان الكمبيوتر مش مهنج او يعني واقف. فلو حركت الماوس لقيت الماوس شغال والكيبورد مش شغال يبقى كده السيستم بتاعي شغال، بس الكيبورد ممكن يبقى فيه حاجه. حاجه تانية ان انا باجي على الكيبورد نفسه في بعض الزراير زي زرار مثلا اللي هو الكابس لوك دوت، او زرار اللي هو النام لوك. لو دوست على زرار الكابس لوك وزرار نفس اللي هو الكابس لوك او النام لوك بيبقى ليهم الليدات او ليمت صغيره كده موجوده في الكيبورد، فالليد بتاعت اللي هو النام لوك بتبقى موجوده عندي في الجزء دوت، اما بتاع الكابس لوك بيبقى الليد بتاعه هنا. فلو دوست على الكابس لوك ولقيت الليد بتاعه نور، او النام لوك وبعد كده لقيت الليد بتاعه نور، فاعرف ان الكيبورد بتاعي شغال. برضو حاجه تانية لازم او يعني حاجه تانية ممكن اعملها، ممكن ادوس على زرار كنترول والت وديليت في نفس الوقت. ففي الحاله ديت يعني ممكن الكمبيوتر يبقى تقيل شويه، بس لما بدوس على الزرار ديت لو الـ يعني الكوماند دوت الكمبيوتر قراه فبيظهر لي شاشه كده معينه، ففي الحاله ديت بعرف ان الكيبورد بتاعي شغال، بس ممكن يبقى الكمبيوتر تقيل. حاجه تانية لو انا الكيبورد بتاعي نوعه بي اس 2 زي النوع اللي قدامي دوت، فاتاكد ان البورت البي اس 2 دوت اللي هو اللون اللي هو البنفسجي دوت، اتاكد ان هو واصل في البورت بتاع الكيبورد اللي هو في المذر بورد اللي هو نفس اللون برضو اللي هو البنفسجي دوت، ما يكونش واصل في البورت بتاع الماوس عشان خاطر لو واصل في بورت الماوس مش هيشتغل. الكيبورد اللي هو النوع اليو اس بي زي اللي قدامي دوت، لو واصل في مثلا البورت دوت ولقيته مش شغال فممكن اعمل له ان بلاك واشيله من البورت دوت ويوصله في اي بورت من البورتات التانيه الموجوده عندي في المذر بورد بتاعتي، فلو اشتغل يبقى برضو ممكن يكون حصل يعني كان في تهنيجه حاصله
والكيبورد نفسه لما شلته ونقلته من البورت دوت وصلته في اي بورت من البورتات ديت بيشتغل معايا ما فيش اي مشكله. نفس الفكره للوايرلس كيبورد، بجيب النانو وايرلس ريسيفر اللي هو بيبقى عباره عن يو اس بي، وبشيله من لو كان مثلا واصل في البورت دوت اغير البورت واشوف الكيبورد هيشتغل ولا لا. حاجه تانية برضو ان انا ممكن اجرب الكيبورد بتاعي على كمبيوتر تاني عشان اشوف الكيبورد شغال ولا لا، او بجيب كيبورد من جهاز تاني واجربه على الكمبيوتر بتاعي لو الاوبشن متاح ان انا يبقى عندي جهاز كمبيوتر تاني فيه كيبورد، ان انا اتست الكيبورد بتاعي على كمبيوتر تاني او اجيب كيبورد تاني اتسته على الكمبيوتر بتاعي. اخر حاجه خالص لو انا لقيت الكيبورد يعني مش شغال بعد كل التيست اللي انا عملته دوت، ففي الحاله ديت ممكن ان انا اجيب كيبورد تاني، سواء اشتري كيبورد جديد او اجيب كيبورد تاني من جهاز تاني لو الاوبشن ده متاح ان انا يبقى عندي كيبورد باك اب اقدر اشتغل بيه. حاجه تانية برضو عندي، لو انا عندي جهاز كمبيوتر قديم وركبت عليه كيبورد نوعه يو اس بي، فممكن لو انا وصلت يو اس بي في جهاز كمبيوتر قديم وشغلت الكمبيوتر ممكن بلاقي الكيبورد بتاعي شغال، بس بعد ما بدخل على الويندوز بلاقي ان الكيبورد مش شغال دوت، لان في اوبشن لازم يعني في الكمبيوترات القديمه بخش افعله عشان خاطر اليو اس بي الكيبورد دوت يشتغل معايا. فالكمبيوتر بتاعي اول لما بيقوم بدوس على زرار ديليت او ايا كان الزرار اللي بيدخلني على البايوس، بدخل على البايوس بلاقي الاوبشن اللي هو انتجريتد بريفرالز دوت، بلاقي فيه اللي هو اليو اس بي كيبورد وفي برضه بتاع الماوس. هنا لو بعمل لهم ديسيبل في الاكزامبل اللي قدامي دوت بعمل لهم انيبل اللي هو بتاع الكيبورد وبتاع الماوس، بعد كده بسيف السيتنج بتاعتي بتاعت البايوس، وبعد كده بدخل على الاوبريتنج سيستم بتاعي اللي هو الويندوز مثلا، وبلاقي ان الكيبورد بتاعي اشتغل ونفس الفكره للماوس. بعد كده عندنا الكيبورد بتاعنا ممكن يحصل له بعض المشاكل، والمشاكل اللي بتحصل للكيبورد بتاعنا يعني تنحصر او اغلبها بتبقى بسبب ثلاث حاجات رئيسيه. من ضمن الحاجات ديت ان ممكن اي حاجه تتدلق، يعني اي سائل او حاجه تتدلق على الكيبورد بتاعنا، او ممكن يحصل فيزيكال دامج ان الكيبورد نفسه مثلا يتكسر او يحصل له اي حاجه بسبب من الاسباب، او بعض اللي هو التراب او اي حاجه مش نظيفه تبقى على الكيبورد بتاعنا. فمثلا عندنا اول حاجه اللي هي موضوع ان حاجه تتدلق على الكيبورد بتاعنا، ممكن اي حاجه يعني اي سائل، حاجه مثلا زي كوبايه شاي او قهوه او حاجه ساقعه او عصير ايا كان، ومحطوط قدام الكيبورد بتاعي واتدلق على الكيبورد، ففي الحاله ديت الكيبورد بتاعي هيبوظ. بس في حاجه ممكن حضرتك تعملها، لو لحقت تشيل تعمل ان بلاج للكيبورد بتاعك من البورت قبل ما السائل دوت او الحاجه اللي اتدلقت على الكيبورد ديت ما توصل للحاجات الكهربائيه الموجوده في الكيبورد نفسه، فانت ممكن تلحق الكيبورد بتاعك قبل ما يبوظ. وممكن طبعا لو يعني اتاخرت وما لحقتش تشيل تعمل ان بلاج للكيبورد بتاعك، فممكن يحصل دامج او تلاقي الزراير بتاعتك مش شغاله او بعض الزراير مش شغاله اللي هيبقى جه عليها اللي هو السائل دوت اللي اتدلق على الكيبورد بتاعك. فعشان كده لو حصل حاجه زي كده لازم الاول انت تخلي بالك اصلا ما تحطش اي حاجه يعني كوبايه شاي او اي حاجه جنب الكيبورد بتاعك عشان خاطر ما يحصلش مشكله زي المشاكل ديت، ولو حصل حاجه زي كده فبتشيل الكيبورد بتاعك بسرعه عشان تلحق ما يحصلش اي مشكله في الكيبورد. حاجه تانية برضو من ضمن المشاكل اللي بتحصل مع الكيبورد بتاعنا ان الكيبورد نفسه ممكن يحصل له فيزيكال دامج، او الكيبورد نفسه ممكن يعني يتكسر، بمعنى ان انت ممكن لو في اي حاجه تقيله وقعت على الكيبورد بتاعك، مثلا كتاب تقيل او حاجه تقيله وقعت على الكيبورد، فديت ممكن تعمل مشكله ان الكيبورد ممكن يتكسر او يعني بعض الزراير. بس الفكره ان انت معظم الكيبوردات بتاعتنا بتبقى الكيبورد نفسه المفتاح بتاعته بتبقى مرنه، بحيث ان لو حاجه وقعت عليه فالزراير ديت بترد بسرعه ما بيحصلش مشكله، الا طبعا لو حاجه بقى تقيله جدا وقعت على الكيبورد بتاعنا فالكيبورد ممكن يعني يتدمر زي الكيبورد اللي قدامنا دوت. هو طبعا ما فيش حاجه هتدمر الكيبورد زي الشكل اللي قدامنا دوت الا لو حد جايب حاجه يعني مثلا شاكوش او حاجه وضرب الكيبورد، طبعا ما حدش هيعمل كده، ده مجرد اكزامبل. يعني برضو من ضمن المشاكل اللي بتحصل عندنا في الكيبورد بتاعنا موضوع اللي هو التراب او يعني اي حاجه مش نظيفه او اي يعني اتساخ بيحصل للكيبورد بتاعنا، ففكره ان حاجه مش نظيفه تبقى على الكيبورد او التراب او الكلام ده كله بتخلي الكيبورد نفسه شكله مش ظريف يعني. بس الفكره موضوع الشكل دوت ممكن يعني يتم التجاوز عنه، او ممكن اي حد ما يهموش موضوع الشكل دوت، بس الفكره ان التراب دوت لو
التراب دوت لو او الحاجات اللي هي مش نظيفه ديت لو دخلت تحت المفاتيح بتاعت الكيبورد فممكن بعض المفاتيح ما تشتغلش في الكيبورد بتاعنا، او ممكن لو اتساب لفتره طويله الحاجات دي دخلت يعني تحت معظم المفاتيح فممكن الاقي الكيبورد بتاعي كله يعني معظم المفاتيح اللي فيه او الكيبورد بالكامل مش هيشتغل وهتبقى مشكله. عشان كده لازم من وقت للتاني نعمل عمليه كليننج او تنظيف للكيبورد بتاعنا. فاحنا عندنا موضوع اللي هو ان حاجه تديل على الكيبورد ديت ان احنا ممكن نتجنبها ان احنا ما نحطش حاجه يعني اي ليكويد او اي سائل عصير او شيء او ايا كان الحاجات ديت نحطه جنب الكيبورد بتاعنا، ونخلي بالنا برضو نخلي بالنا ان مفيش حاجه تقيله تقع على الكيبورد بتاعنا او اي حاجه من الكمبيوتر بتاعنا. اما موضوع التنظيف دوت فدي حاجه يعني حتى لو انت بتغطي الكيبورد بتاعك باستمرار فبرضو ما زلت محتاج ان انت تنظف الكيبورد بتاعك من وقت للتاني. فمن ضمن الحاجات اللي انت بتنظف فيها الكيبورد بتاعك ان انت بتجيب مثلا قماشه وبتبلها بلل خفيف كده وبتبتدي تنظف المفاتيح بتاعت الكيبورد بتاعك زي مثلا في الصوره اللي قدامنا ديت. ده مثلا ممكن تجيب او ممكن تجيب منديل، بس الفكره ان انت ما تجيبش منديل من المناديل الخفيفه قوي ديت عشان خاطر لو بليته ممكن يعني المنديل نفسه تلاقيه بيتهري كده او بيتفرفط ما بين الزراير بتاعت الكيبورد، وكده انت بتعمل مشكله اكتر من المشكله اللي انت عايز تصلحها ان انت تنظف الكيبورد بتاعك. لو الميه بتاعتك ما نفعتش مع حته اللي هي القماشه ديت او المنديل فممكن بتستخدم نوع من انواع الكحول بنسميه الايزو بروبيال كحول. فكره الايزو بروبيال الكحول دوت ان انت بتجيب الكحول ازازه زي اللي قدامنا ديت وبتجيب قماشه زي كده بتبله بالكحول دوت وبتبتدي تنظف الكيبورد زي الشكل اللي قدامنا دوت، بتبتدي تنظف المفاتيح ديت او بتجيب اللي هي العصايه الصغيره ديت اللي بيبقى فيها قطنه من ناحيتين دي بتبقى موجوده في الصيدليات وبتبلها بالكحول دوت وبتبتدي تنظف ما بين الكيبورد نفسه. وطبعا بتعمل كده لو الميه بتاعتك او استخدمت القماشه المبلوله بالميه ما نفعتش فبتستخدم النوع دوت من الكحول. في برضو ممكن تستخدم حاجه تانية بتنظف فيها الكيبورد بتاعك ان انت بتستخدم حاجه بتسميها الكومبريسد اير او ساعات بنقول عليه الكاند اير او بنقول عليه برضو الجاز داستر دوت. فكرته ان انت بيبقى عندك عبوه زي كده ديت بيبقى فيها ماده ماده اللي هي الجاز وبيبقى عامله زي السبراي كده بتدوس على الزرار دوت بيبقى فيه الجزء دوت بيخرج اللي هو الجاز دوت بتنظف فيه الكيبورد بتاعك ما بين الكيبورد نفسه. وطبعا انت بتعمل القصه بتاعت الكاند اير ديت او هو الكومبريسد اير الى جانب الحاجات التانيه اللي انت عملتها. وبرده لو انت لقيت اي مفتاح من المفاتيح بتاعتك في الكيبورد بتاعك المفتاح نفسه معلق او حاسه مش بينزل معاك بسهوله في الكيبورد دوت برده شكل اللي هو الكاند اير او اللي هو الكومبريسد اير او اللي هو الجاز داستر شكل العبوه ديت ودوت اللي هو الجزء دوت عامل زي الشفاطه كده بتدوس على او في تحت هنا مكان تحت اليد ديت بتدوس على اللي هو الكان ديت او العلبه دي وبيخرج لك اللي هو الهواء دوت مع ماده اللي هي الجاز بتبتدي تنظف ما بين الكيبورد نفسه. بس تحذير خلي بالك وانت بتنظف الكيبورد او بتنظف خلال اللي هو الكان دي اير دوت لازم تكون بتنظف في مكان يعني في حته بره او مثلا وانت حاطط الكيبورد على الباسكت بتاعتك اللي هي ترمي فيها الحاجات اللي انت بتستخدمها الباسكت اللي هي بتاعت الزباله مثلا، وعشان خاطر الحاجات اللي بتخرج من الكيبورد ديت ما تبهدلش الدنيا ما تنضفش يعني على مكتب او حاجه في مكان لان ممكن الحاجات ديت تبهدل الدنيا. فبرضو انت بتنظف الكيبورد انت هتتفاجئ من كميه الحاجات اللي بتخرج من الكيبورد بتاعك، وطبعا ده لو انت سايب الكيبورد بتاعك لفترات طويله ما نظفتوش فهتلاقي كميه حاجات يعني كتير مش نظيفه بتخرج من الكيبورد نفسه. عندنا بعد كده في لو احنا الكيبورد بتاعنا حصل فيه مشكله ومفيش قدامي كيبورد تاني باك اب او كيبورد احتياطي استخدمه في الكمبيوتر بتاعي، ويعني مثلا انا في وقت مش قادر مثلا اجيب كيبورد في الوقت اللي انا فيه مش عارف اجيب كيبورد تاني عشان اشتغل على الكمبيوتر بتاعي وما عنديش غير الماوس بس، ففي الحاله دي هعمل ايه؟ مثلا بنتكلم على الاوبريتنج سيستم اللي هو الويندوز، فشركه مايكروسوفت حاطه سوفت وير او برنامج كده صغير موجود في الويندوز بتاعنا بنسميه الاون سكرين كيبورد زي اللي قدامنا على الشاشه دوت. فكره الاون سكرين كيبورد دوت ان هو عباره عن سوفت وير في الكيز او المفاتيح بتاعتنا بتاعت الكيبورد ديت، وبدوس على اي زرار من دول بيكتب على الكمبيوتر وبيدي الاوردر كانه كيبورد عادي. والاون سكرين كيبورد دوت اللي قدامنا دوت ده من ويندوز 7، لو انا عايز اجيبه من الويندوز 7 بدخل على قائمه ستارت بعد كده بجيب اول بروجرامز بعد كده بجيب اكسسوارز حاجه اسمها ايز اوف اكسس بعد كده بختار الاون سكرين كيبورد
والاون سكرين كيبورد دوت موجود في النسخه القديمه من الويندوز، زي برضو الويندوز اللي هو اكس بي او ويندوز فيستا اللي هو بعد الاكس بي والقبل ال7، او موجود برضو حتى كمان في النسخ الويندوز اللي هي الحديثه زي الويندوز 8 او الويندوز 10، زي الصوره اللي قدامي ديت اون سكرين كيبورد من ويندوز 10. برضو لو انا عايز اجيبه من الويندوز 10 بدخل على السي، بدخل على اليوزر، بدخل على اسم اليوزر الموجود عندي، بختار بعد كده الاب داتا، بعد كده بختار حاجه اسمها رومنج مايكروسوفت ويندوز ستارت منيو، كل دي اسماء ده الباث بتاع الفولدرز اللي هي بتوصلني للاون سكرين كيبورد، بعد كده بختار بروجرامز، بعد كده اكسسبيلتي، او ممكن من قائمه ستارت لو في السيرش كتبت اون سكرين كيبورد هيظهر لي كيبورد زي اللي قدامي دوت. وعندي بعد كده الكيبورد بتاعي، احنا قلنا بيبقى فيه الحروف اللي هي بتاعتنا اللي هي الحروف الانجليش ديت، دي اللي هي الديفولت الكيبورد بتاعنا. بص قدامك على الكيبورد اللي انت شغال بيه او اللي انت بتسمع، يعني الكيبورد اللي قدامك دلوقتي هتلاقي ان الكيبورد نفسه هتلاقي عليه حروف انجليزي وجنبه حرف عربي. انا جايب بس هنا واخد سكرين شوت من اللي هي الاون سكرين كيبورد ديت عشان اشرح لك فكره الكيبورد نفسه اللي هي الموضوع الحروف. فعندي مثلا في الاكزامبل اللي قدامي دوت هنا الحروف اللي هي الانجليش، انت قدامك بقى على الكيبورد بتاعك هتلاقي حرف انجليش وحرف عربي، يعني مثلا حرف الاي هتلاقي جنبه حرف الشين، حرف الاس جنبه حرف السين. الفكره ان انت ممكن تكتب عربي او انجليزي، فانت عندك الديفولت لو انت منزل نسخه ويندوز نسخه انجليش زي ما اغلبنا بينزل النسخه اللي هي الانجليش بتاعت الويندوز، فالديفولت اللغه الديفولت بتبقى انجليش. بعرف منين ان اللغه بتاعتي اللي هي على الشاشه انجليش؟ بيبقى عندي تحت حاجه بنسميها الانبوت انديكيتور اللي هو اللي تحت دوت بتاع اللغه، بيبقى موجود في التاسك بار اللي تحت دوت، هو معمول انجليش، يبقى انا كده بكتب بالزراير الانجليش، فبكتب الحروف بتاعتي بتبقى انجليزي. اما لو دوست على عايز احول بقى واكتب عربي، فبدوس على الزرار اللي هو الالت والشيفت اللي هم سواء ناحيه الشمال او اللي هم ناحيه اليمين، الت وشيفت او شيفت والت في نفس الوقت، بلاقي ان الحروف بتاعتي يعني هنا في الاكزامبل دوت هي الحروف اتحولت عربي والحروف اللي هي الانجليش اختفت، عشان ده بس ده سوفت وير. اما في الكيبورد بتاعك فانت بيبقى قدامك الحروف الانجليزي والعربي مكتوبين مع بعض على الكيبورد، بس انت بتعرف من فين؟ بتعرف من خلال الانبوت انديكيتور اللي موجود عندك في التاسك بار تحت. انا هنا بيقول لي ان انت بتكتب عربي، لان احنا لازم ناخد بالنا من ملحوظه مهمه جدا، ان انا مثلا لو انا مثلا مش بص على الشاشه وبص على الكيبورد بتاعي وبكتب مثلا كلمه كمبيوتر، لو انا بكتب بالانجليش هيكتب لي كلمه كمبيوتر، لو انا الانديكيتور بتاعي تحت الانبوت انديكيتور بتاعي تحت معمول بعربي وكتبت كلمه كمبيوتر هيكتب لي الكلمه العجيبه اللي ظاهره قدامي ديت، فديت ممكن تعمل لي مشاكل، لان انا لو مثلا قدامي شاشه فانا شايف انا يعني مثلا انا مفكر نفسي بكتب انجليزي ورحت كاتب بالعربي وبصيت على الشاشه لقيت الكلام بيتكتب بالعربي فحولت اللغه الانجليزي والدنيا مشيت. في بعض الحالات انا مبقاش شايف انا بكتب ايه، لو انا مثلا بكتب باسورد او كده، فلان في ناس ساعات بتكتب الباسورد بيبقى عمال يكتب الباسورد يديله ايرور يقول له في مشكله في الباسورد بتاعك. الفكره ان هو اللغه معموله عربي وهو مفكر ان هو بيكتب انجليش، لكن الفكره اول حاجه لازم نبص على الانبوت انديكيتور اللي تحت دوت، لو هو عربي نخليه انجليزي، او لو انجليزي وانا عايز اكتب عربي فبدوس على الالت شيفت واخليه عربي،